اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كيف ان الماضي يولد الان، وشفنا من سنه 28 الاهلي بيتصرف ازاي، وشفنا في 85 الاهلي اتصرف ازاي. بس لما كابتن سيد عبد الحفيظ اخذ القرار الاخير ضد محمود كهربا سالته، قال لي عارف انا افتكرت ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي انا كنت ناشئ لما تقرر ايقاف الكابتن حسام حسن سنه 94. فقال لي ساعتها اتقال احنا كده مش هناخد الدوري. فكان الرد وقتها كان لمده ده كده هناخد الدوري. بصوا بقى، ده كده هناخد الدوري. ايه اللي حصل في 94؟ في شهر ابريل تقريبا في 94 الاهلي بيلعب المصري، واحد لاعبي المصري نصر التليس، وهم خارجين في الممر حصلت مشاده بين الكابتن حسام حسن، وهو من هو بقى حسام حسن، مع نصر التليس، وبعدها حسام حسن غضب وقلع فانيلة الاهلي ورماها. فكان القرار بايقاف الكابتن حسام حسن سنه. طبعا بعدها قدم التماس لمجلس الاداره فتخففت العقوبه لست شهور، وكمل الاهلي بدون حسام حسن واخذ الدوري. بس هنا القيمه فين بقى؟ هو حسام حسن لما تصرف كده ما كانش بيحب الاهلي، لا كان بيحب الاهلي وكان غيران جدا على الاهلي، لكنه اخطا في حق نظام النادي. عشان ما حدش يجي يقول لي اصل كهربا ضحى كتير علشان يجي الاهلي، كويس، بس اخطا في حق النظام اللي داخل النادي الاهلي. فهنا ما يبقاش فيه ابدا شفاعه مين بيحب ومين ما بيحبش، والا يبقى هناخد قراراتنا على مستوى الحب والكره والكلام ده كله. في نظام وفي لائحه وفي وضع وفي التزام لازم أن يفرض على الجميع. على فكره الالتزام هو التعبير الحقيقي عن الحب. ايوه الحب الصادق بالظبط. لا بوس الفانيلا ولا البوستات ولا السوشيال ميديا ولا الكلام اللي بيتقال ده. الحب الحقيقي انك تخش تدعم النظام والمبادئ بتاع البيت اللي انت داخله. هو ده الحب. طيب دي في الكوره؟ لا مش في الكوره، في الكوره وفي غير الكوره. فاكر انت لاعب الكره الطايره ايمن رشدي؟ ايمن رشدي ايمن رشدي يا جماعه كان في الكره الطايره يعني ما شاء الله عليه، كان حكاية طبعًا كبيره قوي يعني. واحد من افضل لعيبه الكره الطايره وقتها، وخرج على النظام، استغنى عنا الاهلي استغناء. ده هو النظام ايه؟ جمهور الزمالك بتاع راح رايح مبادلهم الاشارات النابيه في حضور المجلس الاداره. مجلس الاداره شاف ان في لاعب، تقول لي لاعب كبير، لاعب تقيل، لاعب دولي، لاعب عظيم، يروح لجمهور الخصم ويتبادل معاهم الاشارات النابيه وبيرد اعتداء تعرضه. هو كان بيتشتم، لكن ما ينفعش كابتن الاهلي او لاعب في النادي الاهلي يتصرف كده. فتخيل انه مجلس الاداره ياخد قرار بالاستغناء عن ايمن رشدي خالص لانه خرق النظام. طيب واين الكره الطائره الان؟ شوف الكره الطائره بعدها بتكمل تعمل ازاي. حتى تنس الطاوله، ما فعله جعفر والي باشا مع كره القدم سنه 1928 والكابتن حسن حمدي في 85 والكابتن صالح في واقعه حسام حسن في 94، فعلاه الكابتن محمود الخطيب حتى في تنس الطاوله. مفيش ابدا في فرقه بره نظام النادي. سبتمبر 2019 من سنتين، فريق بعثه الاهلي لتنس الطاوله بتشارك في البطوله العربيه في المغرب، وفجاه يطلع او توصل الاخبار ان في اتنين لعيبه اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا بشكل فج في البطوله. وانا عايز اقول لكم حاجه، البعثه كانت مكونه دي يعني حتتي يعني البعثه مكونه من ست لعيبه، الفريق ست لعيبه. أيوة. فتخيل لما اتنين يتخانقوا ويجي القرار من القاهره اول ما يعرف رجعوهم مصر. عمر بدير وخالد عصر، اتنين اهم من اهم اللعيبه دوليين. وبعدين تلعب باربع لعيبه بس البطوله، تقوم ايه ربنا كافئك تكسب البطوله، تكسب بطوله افريقيا باربع لعيبه، البطوله العربيه، البطوله العربيه باربع لعيبه، وتكسب الموقف وتكسب انك علمت الناس حاجه، علمت الناس حاجه. ده النادي الاهلي اللي ما فيهوش ابدا اي شفاعه لاي حد يخرق نظام النادي فيما يتعلق بالانضباط والالتزام. هي دي الاخلاق وهي دي المبادئ. في الاخر يا استاذ ابراهيم، حتى خصمك منافسك اللي بينكر عليك الكثير من الامور واللي بيقعد يقول لك الحكام، في الاخر تجد العقلاء منهم يعترفوا
بان نظام الاهلي سبب انتصاراته.